أحببت أن أوقفكم على مسائل مهمة تتعلق بهذا الأمر. من هذه المسائل المتعلقة بالخوارج، وهذه المسائل بها تربية لنا وبها تحصين لأبنائنا ولجيلنا. في صحيح مسلم، يزيد ابن صهيب أبو عثمان الكوفي كما ذكر ترجمته الذهبي في سير أعلام النبلاء الملقب بالفقير، وليس الفقر هنا ضد الغنى، لا، وإنما كان يشكو فقار ظهره لمرض به، قال كما في صحيح مسلم، قال: خرجت مع جماعة إلى الحج وقد شغفت بمذهب الخوارج، فيقول: قبل أن نذهب إلى مكة ذهبنا إلى المدينة، وإذا بجابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر حديث الشفاعة، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا له: أولم تقرأ القرآن؟ لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم. فقلنا له: ألم تقرأ القرآن؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أولم تقرأوا في القرآن المقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فذلك هو المقام المحمود. ثم ذكر حديث الشفاعة، قال: فخرجنا. فقال بعضنا لبعض: أيكذب هذا الشيخ؟ استفهام هنا للجحد والنفي. أيكذب هذا الشيخ، يعنون بذلك جابر، أيكذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فرجعنا فلم يبق إلا واحد منا على هذا المذهب. انظروا، قال: شغفت. الشغف من أعظم درجات المحبة، قد شغفها حبا. وانظروا رعاكم الله إلى خطورة الجلوس والمكث مع أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم، فكيف أثروا في أبي عثمان الكوفي الفقير، كيف أثروا فيه وعليه بهذا المذهب. وانظروا رعاكم الله إلى أنه لا يدفع الشبه بعد فضل من الله عز وجل إلا العلماء. ولذلك لما سمع هؤلاء قول جابر رجعوا، فمن الله عليهم بالهداية. وقد يبقى بعضهم، وهذا قد يقع في هذا الزمن، قد يبقى بعض هؤلاء، وهذه سنة الله عز وجل، ومع ذلك هداهم الله عز وجل. ولذلك ماذا قالوا؟ أو يكذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن نقول في هذا المقام: أو يكذب علماء قد بلغوا سن السبعين والثمانين، قد شابت لحاهم وشعورهم في طلب العلم وفي العبادة، أفيكذب هؤلاء على شرع الله عز وجل لما يحذروا من مذهب الخوارج ومن أهل الأهواء؟